بعد حوالي 19 سنة من رحيل النجم الفنان العملاق أحمد زكي، وبعد 31 سنة من رحيل هالة فؤاد، يعني احنا يمكن في تلجراف مصر حصلنا على وثيقة بخط يد أحمد زكي الله يرحمه، حصل عليها زميلنا محمد الملحي بخط إيد أحمد زكي، مرتبطة بالوصاية على ابنه الله يرحمه هيثم، بخط إيد الأستاذ أحمد، معرفش هل هي موجودة ولا لأ، ولكن هي يعني دي. هي دي. بيقول لك: أقر أنا أحمد زكي عبد الرحمن بدوي بطاقة شخصية 9913 العجوزة، الساكن في 6 شارع الجزائر بالعجوزة، أن يكون السيد سمير عبد المنعم السيد ابن خالي وصيا على ابني هيثم أحمد زكي بعد أن ينتهي بي العمر بعد وفاتي، ويكون مسؤولا عنه، وليس السيد أحمد فؤاد أو ابنه هشام فؤاد أو هالة فؤاد، وليس لهم الحق في أي شيء يخصني. ده كان الملخص اللي كتبه الأستاذ أحمد الله يرحمه هذا العملاق الكبير، ولكن ده يعني حسب وطبعا الوثيقة سليمة، تأكدت سليمة منها. بخط يد الأستاذ أحمد، أصلا أنا شفت وثائق كتير للأستاذ أحمد زكي تمام. في شقته في 100 شارع الهرم اللي كانت مكتب، شفت الجلبية بتاعت البيه البواب، شفت الطاولة اللي كان بيلعب بيها، شفت البايب بتاع سيادة الرئيس الله يرحمه الرئيس راحل السادات، كانت سيد رجال السادات الله يرحمه ادته لأحمد زكي صح هدية أثناء تصوير الفيلم. شفنا كل ده. هنا الوصية واضح إنها بعد زواج هالة فؤاد الله يرحمها من رجل أعمال، واخد بال حضرتك، صحيح. فهو أحمد دي لحظة غضب، ولكن احنا تتبعنا فاكتشفنا إن هيثم عاش شوية مع المخرج أحمد فؤاد حسن شوية، وعاش مع هشام الله يرحمه ابن أحمد فؤاد حسن، عاش معهم شوية، إذا ده مخالف أو غير الوصية، فيبدو إن هو أحمد زكي الله يرحمه كتبها في لحظة من لحظات الغضب، وهي يمكن كانت كثيرة في لقطة عند بس هذا الفنان هاتها كده الكبير. أنا الثانية واحدة، الوصية تاني المكتوبة، عشان في حاجة مش عارف أستاذ سامي خد باله منها ولا لأ. يعني تأكدت طبعا إن أنا تأكدت دلوقتي إن الوصية سليمة، بس في في كده مش عارف خدت بالك منه ولا لأ، قول لي فوق خالص الورقة مكتوب عليها فوق خالص افلام احمد زكي. ايوه ما ده منه احمد كان عنده شركه انتاج طبعا، ما انا بقول لك اللقطه هنا كمان انه طبعًا. كاتبها على ورقه من اوراق شركه أحسن. انتاجه. احسن مش ورقه لا مش مش شارع. خالص افلام احمد زكي تقدم. احسن. مش سهل انت برضه. انا غلبان يا ريس. ربنا يرحم طبعا فنانيننا الكبار، طبعا كل احمد فنانينا زكي وهالة يرحم فؤاد احمد زكي وعائلته، يعني وهيثم احمد طبعا وهيثم اللي مات في عز شبابه، وهالة فؤاد الله يرحمها اللي ماتت في عز الجميع. شبابها، الله يرحمهم جميعا، فربنا يرحمهم يعني. بس لكن برضو زي ما قلنا قبل كده، الفنان لا يموت. احمد زكي صحيح بفنه وبعظمته وبكل الرسائل اللي وصلها من خلال اعماله السينمائيه طبعا، والمسلسل اللي عمله الايام اللي خلد طه حسين، صحيح خالد يعني طه حسين لا يخلد بعمل، ولكن هو ساهم ان احنا نعرف مين طه صح، حسين، وصل طه حسين لكل الاجيال وكل الشرايح طبعا، طبعا لدرجه طبعا. انه الرئيس الراحل السادات لما شاف احمد زكي في بيجسد دور طه حسين قال لهم انا عايز الولد ده هو اللي يقدم شخصيتي، وده اللي حصل بعد حوالي مثلا 36 الله. سنه من رحيل سبحان السادات الله. احمد زكي، او قبل كمان قبل كده يعني عمل الله يرحمه ويحسن عمل دور السادات الله يرحمهم جميعا.